طب حازم ممكن يبقى مش عارف مين، طيب مين كان حازم عشان كان وينج ليفت بس. يعني انا بقول لك كل ما نشوف حد يقول لك لا اشرف عوضي الثاني اهو. ايوه 20 سنه مصر بتحاول تستنسخ لعيب زي يعني الفتره. بص يا كابتن هيثم، الفتره اللي فاتت ديت في عناصر مميزه في النادي الاهلي، عبد الرحمن فيصل، في حجاج برضك من العناصر المميزه عندنا، طبعا عناصر الخبره طبعا بتتكمل في اسلام والطيار واحمد عادل، وفيصل راح البطوله العربيه وكسب برونزيه، خبره ليه كمان، خد البرونزيه، خد الفضيه اللي عمل ماتشات كويسه. وان شاء الله ربنا يسهل، يعني في ناس كويسين في النادي الاهلي وفي وعلى فكره مش جيلك انت بس، مش انت لوحدك في جيلك، يعني مثلا عطار حاولوا يستنسخوه. بالظبط، كان بيشوط برغم ان هو لعب يد متاخر. جيلكوا كان، يعني انت حكيت لي قصه على عطار والله. هو لعب ازاي ولا في بطوله العالم؟ احنا طبعا 93 ديت كان جمال شمسي معانا، فكنا اول ماتش طبعا خسرناه كان ايسلندا، وتاني ماتش رومانيا، والماتش طبعا بتاع رومانيا دوت كان فيه باك ليفت شباب كان طويل، يعني طول زي العطار بالظبط، نفس طول، يعني الحنكه بتاع كابتن جمال شمس قال لك احنا نجيب العطار ويلعب باك ليفت. العطار كان فين ساعتها؟ كان مع المنتخب الاول. المنتخب الاول كان زمالك المنتخب الاول، نجيب العطار ومع يتمرن معانا التمرينه دي اللي هي تراي ماتش، ويعمل نفس الحاجات اللي هو الباك ليفت، وانتوا تدافعوا عليه واحنا ندافع عليه. فطبعا دي كانت استفاده طبعا، اللي هو طبعا شباب غير العطار كان فريق اول. فدي كانت استفاده اللي احنا ندافع عليه بقى، وتقف عليه ازاي، وتطلع عليه بلوك ازاي، وازاي تقابله، وازاي تعمل كده. فدي كانت طبعا دي برضك حنكه مدرب برضك اللي هو كابتن محمد الالفي. استعان بيه عشان تتمرنوا وتوقفوا اللعيب ده، لان كان اول ماتش خساره طبعا فمن ايسلندا، فكنا خايفين بقى ايه، يعني هتخسر تاني هتبقى صعب. فالحمد لله ربنا وفقنا في المباراه دي وعملنا اللي هو قاله كابتن جمال، وكسبنا الماتش، كسبنا فرق 7-8 تجوان الحمد لله يعني. وخلي بالك انتوا كان جيلكم ممتع، يعني 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 معلش يعني مع احترامنا طبعا الجيل موجود رائع وهايل وعمل انجازات، بس انتوا كان عندكم عارف حريفه. احنا بالظبط كنت حريفه، كتر كابتن حسن يعني كتر الاحتياج الخارجي اللي كان موفره الاتحاد ساعتها دكتور حسن مصطفى، كان يعني احنا انا عايز اقول لك احنا كان اكتر من دلوقتي كمان يا كابتن، كان اكتر طبعا. بس طبعا نظر الظروف دلوقتي بقى كورونا وكده والعمليه صعبه، لكن احنا انا عايز اقول لك ان احنا مثلا ما كناش بنقعد في مصر. صحيح، ما بنقعدش في مصر كتير، كنا بنحسدكم يا كابتن، احنا السله كنا متضايقين منكم قوي، كنا بنقعد ما بنقعدش في مصر كتير يعني كتر الاحتكاكات، مش الاحتكاكات لان احنا مستوانا عالي، والفرق اللي في اوروبا كانت بتطلبنا على طول، فتلاقي يعني تطلع من مثلا من فرنسا على البرتغال على اسبانيا، على اسبانيا، كل ده يعني احتكاك، يعني تلعب لك مثلا 9 ماتشات في 3 بطولات تبقى حاجه كويسه جدا. الظروف كمان احنا مره رحنا بطوله ايفري في فرنسا، كانت كل سنه بتتعمل في باريس، وكان في منتخب اليوغوسلافي والمنتخب الدنماركي ومنتخب فرنسا، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا ناخد البطوله على الفرق دي كلها. فانت بتروح بقى في البطولات الرسميه ما انتش خايف منهم. بالظبط، احنا بقى ما بنشوفكوش في البطولات الفتره الوديه، بنشوفكم في الرسمي. فنقول ايه ده، هم جابوا الكلام ده منين، ايه الحلاوه دي؟ بس طبعا الفتره اللي هي قبل بطوله العالم السنتين دولت احنا يعني سافرنا كتير اوروبا، ولعبنا ماتشات للقصر اللي هي الحته الهيبه بتاعت الفرق الاوروبيه. فالحمد لله يعني قدرنا ان احنا يعني اي فرقه كنا بنلعبها زيها زي اي حد، زيها زي اي حد، وبتكسبها في اي وقت يعني. الدنمارك، السويد، المانيا، يعني كانت بالنسبه لنا فرق كلها في متناول اليد يعني. طيب قول لي، يعني انا يعني اكيد برضو انت مع يعني مع المنتخبات الاول، مين اللي كان بيقعد معاك في الاوضه؟ مين كان مقرب ليك في النادي وفي المنتخب؟ اللي في النادي طبعا كان بيقعد معايا كابتن هاني النجدي دلوقتي اللي هو المدير. ده في النادي. كلنا طبعا كنا حاجه واحده يعني. طبعا انا بتكلم على يعني في المنتخب. استغرب بقى اللي كان بيقعد معايا في المنتخب مجد ابو المجد. مجد ابو المجد يقعد من الاهلي ويقعد من الزمالك يعني خلاص. بس هي دي روح على فكره في المنتخب. بالظبط، يعني ما كانش فيه يعني ما كانش فيه عادي يعني. في المنتخب بنقعد مع بعض نحمس بعض. اشرف عواد بيقعد مع مجد ابو المجد. بالظبط، يعني كنا نقعد رمزين كبار في الناديين بتوعهم، بس يقعدوا مع بعض في الاوضه. حتى كمان في بطوله العالم 99 في اليابان في كومودو، كان طبعا عارف اليابان من الزلازل كتير والكلام ده يعني. كان على طول بقى ونقعد نشجع بعض ونلعب مع بعض. كان حصل زلازل وانت هناك؟ كتير كتير كتير. احنا بنستغربها، هم عادي، هم بيزعلوا عادي. احنا اول يوم بالنسبه لنا كانت العمليه صعبه، رعب رعب بقى وزلزال اجري يا جدع اجري يا جدع. بالظبط. والناس مش شايفينك بتجري مستغربين، هم بيجروا.